عباس الحين انا اسالك سؤال فاني. اوكي. انت في حياتك وش تطمح اليه؟ وش تبى تكون من المستقبل يعني؟ ابى اشوف شو واحد حمد يسقط وصير مثلا هذا المشيم مع القائد واحنا نروح ليه ونساعده ونكون تحته، هذا الشيء غصب علينا. واللي ما يبى يسوي هالشيء اكو عنده كل الدول، البحرين هني صاروا مشيم مع القائد كلمته واحده ما تتغير. شلون يعني يصير القائد؟ يعني انا بسالك سؤال بالعقلانيه عباس، بالعقل كيف الحين دوله عندها طيارات وعندها اسلحه وعندها 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 جيش، يجي القائد يصير مشيمع، كيف يصير؟ ما عليك انت اللي سقطنا حمد. كيف تسقطه؟ انسخطه. شوف ما انسخطه، تسقطه بابو خلوكه. لان الله يانا انسخطه وغصب علينا ما يرضى. الله موجود ونعرف ان الله موجود وهذا الله كلام. الله يانا والحسين والحسين ويانا شيعة علي احنا. انزين بالسقط حمد. شعد على السقطة، سقط أبوه لجوابه. أنا أسألك سؤال، لا تقولي السقطة، السقطة بويش؟ السقطة الله يانا علي يانا بويش؟ ما عليك انت، عندنا تفات، عندنا حشارة، عندنا كل شيء. ما أنا تفات، ما أنت مسيل دموع ما توقف ليه؟ ما يجي الباقي؟ في شيء ضدام كمامة. كمام زين، بكم بهد عليك مسيل دموع بتقعد في الكمام؟ كم يعني؟ ما عليه نتنفس فيه، بس انا اسالك سؤال، كيف مشيمع يصير ملك البلاد؟ كيف بالعقل؟ في جيش، في قوه. انت مراد بهالكلام، يا مراد بهالكلام الحين ترجع تذكره، تروح لندن، امارات، عندك كل الدول. انت تعال تتحكي عن البحرين، انت مو بحريني انت بالاساس. اي لا مو انت بلدك وين؟ في ايران. هي هي هي. زين ولا تنفخ.